اليوم الترند هذا يا جماعة ترند نار نار الحدا ما عمل عليه يا جماعة. هذا الترند من أروع الترندات بصراحة اللي شفتهم بحياتي كلها. هذا ترند تغيير، ترند روعة يا جماعة. فاليوم راح نشوفه سوا يا جماعة. كتير من الناس عاملينه من ضمنهم أنا يا جماعة. تابعوا الفيديو كله، شوفوا أعطوني رأيكم بالكومنتات يا جماعة. ترى والله تعبت على الفيديو بس ما بعرف إذا حلو طلع ولا لا، بدي رأيكم أنتم. فاليوم يا جماعة راح نشوف مين أحلى شيء ضبط. لا تسلكوا يا جماعة، بدي إياكم تكتبوا بالكومنتات قبل ما أبلش فيديو حطوا لايك، اشتركوا بالقناة وراح نبلش فيديو سوا. اوكي يا جماعة، بداية راح نشوف هاي البنت. يا جماعة هاي البنت يعني كتير بحب رقصة كتير، يعني ممكن انتو كمان صح، وفي كمان كتير طلبوا مني نعمل عريض فعي كمان. فهي جماعة كتير كيك تحس دمها حلو ورقصة حلو البنت، فراح نشوفها. اول واحدة هي كورية صينية ما بعرف. شوفولي الرقص هاي يا جماعة، مشكلة كتير بشوفها هي بترقص في المدرسة، شحاس المدرسة ياخدتها بس للرقص. كتير هيك لابسة طقم رسمي وبترقص عطل. هذا صديقنا مو هذا نفسه يا جماعة اللي عملنا عليه رد فعل، ما بعرف شو كان اسمه. بايتو ويلي عليك. خلاص الا الفانزاتو يطاروا. هي عم تعلم الرقص يعني. ايوه شفتوا يعني طريقة الرقص. ستة انا بالرقص شو عم نقول لبعض يا جماعة. هاي كمان نفسها، تخيل الله. شوفوا يا جماعة تحسوها حلوة مو حلوة، قصيرة بس كتير تحسوها حلوة مو حلوة والله. هاي باريش وياشيم كمان شفت الفيديو انا هذا بس طلعوا من اول شي. حلوة. شوف هون حلوة الرقصة هيك، فيها تحسوا فيها شيء هيك جذب هيك ما بعرف يا جماعة. كوريين جمال الكوري، لا حدا يكلمني جمال الكوري هذا ترى والله على اساس انتو كوريين وحركات. هاي البنت كمان اللي مع شو اسمه لحظة، هذا مو بي تي اس؟ الله يا بي تي اس ساويين انت يا عيني. شوف ايش عم تعملي. هذول عندهم ثلج، عندنا الثلج ما اجى هسه شيء. حسيت الرجل آلي. بسم الله، هذا محجبين كل أربعة مع بعض. نعم ربكن. يا جماعة ربكن طلعوا لي وش شي. يا البنت جماعة قلبها كتير طيب يا شيم، كتير يعني حنونة كتير. بسم الله طلع لهم شعر. هيا يا جماعة فضي فوق اسود تحت زهري، شوي عم يصير معه. هو حتى بسملها رقصة الرقصة يا جماعة. هات نشوف. يابو يا جماعة بسمة حاسة عم ترقص دبكة عربية، مو هيك ترى، مو هيك الرقص. شوفي لي هي كيوت يا شلكياتي. بروبيك هزي شوي هزي مشان يزبط معك. هاي تبع مسيطرة يا جماعة.
لا انا منين يا جماعه؟ لا نشوف لحظه، ولا هلا ما شفت، ما شفت ابدا يا جماعه، لهلا ما شفت الفيديو ابدا بصراحه يعني. لا لا عيد عيد، واحد ثاني. اوكي لانا ولين كمان، هاي صفحة لين يا جماعة، لانا ولين نعمله على الترند نشوف شلون. لا كفو عليكم وليك، كفو والله. لحظة كفو، شوفوا لي رقص لانا، الله انا يا جماعه والله يعفو يرقصوا يا عمي. بسم الله، شوفوا مثل اللعبه البنت. شوفوا وشها، اوه شو هالجمال يا عمي، شو هال. ما شاء الله يا اخي والله، بس في جمال بهالدنيا. اه هذول توأم روسي، توأم روسي بيعرف يرقص بصراحة. الدنيا كلها عملوا على هالترند، الدنيا كلها. خذولي البي تي اس، ليش؟ سؤال سؤال يا جماعة، تمام، اللي بيحب البي تي اس يجاوبني يعني، اللي بيعرف بي تي اس. بحس كتير لبسون للبي تي اس هيك شي قديم يعني، يعني شوفوا بناطيل من تحت اعراض، هي اتذكر ان ايام جدي كان يلبس هيك بنطلون، مع انه البي تي اس يعني ما بعرف لازم لبسون احلى يكون. شو هاي زهري، كله زهري. شوفوا لي هذا، هلا مفكره بنت تطلع شبي يا جماعه، مثل امبارح عملت، امبارح عملت على ترندي امي مشكت حلو، في واحد قال بيشبه البنات وما بعرفه، انا قال طلع شب. منيح ما حكيت ليش كلمه والله. شوفي هذا مبين شب اصلا، الله ياخذك بهالشكل. هاي ده باريش، يجي كمان عند باريش. شوفوا لي الابداع اللي هون يا جماعه، شوفوا لي الابداع اللي وصل له هون، اكتب لي تحت. طبعا احكي لكم شيء، كل واحد يعملها على طريقته، انا هيك حبيت انه الترند اعمله بصراحه يا جماعه، يعني على طريقتي، ما اذا ظابط ولا لا، اكتب لي تحت الكونتنت ترى والله لا تخجلوا. اوكي حبايبي، هيك كان الفيديو، ان شاء الله كان عجبكم الترند يا جماعه. انا الترند هذا كتير كتير بصراحه حبيته وعجبني، مش عشان هيك عملت على الفيديو يوتيوب فيديو تيك توك، الاثنين عملت عليه يا جماعه. فاكتبوا لي تحت بالكومنتات ايش كان رايكم بالفيديو، وشلون هيك حبيته الفيديو ولا لا. فهيك كان فيديو، بحبكم كتير، لا تنسوا تكتبوا لي تحت بالكومنتات ايش رايكم كان بالفيديو، وكمان تعطوا لي رايكم بالكومنتات. بحبكم كتير، كان معكم شادي، بشوفكم فيديو جديد، سلام.